السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم حبيباتي بقناتي وصفات ونكهات منال. وصفة اليوم فاصوليا عريضة على الطريقة التركية، وصفة روعة جدا. بتمنى منكم إنكم تجربوها وتعطوني رأيكم تحت بالتعليقات، أكيد رح أفرح فيها كتير. وإذا كنتم جداد حبيباتي على القناة لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس، كل جديد ولايك وشير للفيديو إذا عجبكم. وإذا كنتم حابين تعرفوا أسرارها وكل تكاتها سر لذتها وطعمتها نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، وخليكم معايا. في البداية عندي هان 1.5 كيلو من الفاصوليا العريضة، زي ما انتم شايفين طيبة كتير كتير كتير. إذا كانت موجودة عندكم في بلادكم العربية خبروني، إحنا عندنا في غزة مش موجودة، بعرفش إذا بقى مع العمر صارت موجودة. المهم هلأ غسلتهم منيح منيح منيح، وبعد هيك شلت القمع واللي على الطرف من فوق ومن تحت، وقطعتهم بالصورة اللي موضحة قدامكم هيك بالصورة هذه. يعني فيكم تقطعوها أعرض من هيك، بس أنا هيك بحبها كتير على أساس عندي أطفال وبيأكلوها على طول بالمعلقة. تمام، طبعا أنا قطعتها وحطيتها بمية باردة عشان ما تسود أو تتأكسد مع الهواء. هلأ بدي أصفيها منيح، وإذا حبيت أغسلها بغسلها زي ما أنتم شايفين هيك من المية، وبدي أغسلها منيح وأخليها تتصفى. عبال ما تتصفى الفاصوليا بقى أروح بتجهيز اللحمة. عندي هنا 300 جرام من اللحمة، لحمة خروف أنا مستعملة، يعني لحمة ضاني، في طنجرة حامية على الغاز بس تحمى مباشرة. بقى أحط عليها اللحمة، اللحمة مغسولة ومصفية منيح. تمام هيك حطينا اللحمة وبتركها شوية بس تبطل تلزق، بحركها منيح عشان أتخلص من كل الدهون اللي فيها، ما بضيفش أيها دهون تاني. حط بصلة، ورقتين غار، 5 حظوظ من الحب الهيل، وبحركهم منيح حتى ياخدوا النكهات كلها من بعض. بعد هيك بضيف مية مغلية، كتير مهم أضيف المية المغلية حتى ما تجمد معايا اللحمة وتاخد وقت كتير بالاستواء على الغاز. تمام، أول ما تغطي إذا فيها روبة بأشيلها. بعد ما نشيل الروبة هلأ بنحط الملح، بنحط مش ملح عفوا، بنحط فلفل أسمر، بنحط شوية إبهار مشكل، وبغطيها لحد ما تستوي. طبعا الملح ما بضيفه، بضيفه دائما بالنهاية. هلأ بدي أحمص الفاصوليا. هنا في طنجرة على الغاز حطين بصلتين كبار وسلفحتهم منيح. عبال ما تلمع معانا البصلة بضيف تقريبا 5 حظوظ ثوم مدقوقين ناعم، وكبشة كبيرة من الكزبرة تقريبا يعني نص الحزمة مفرومة ناعم، وبدبلهم منيح مع بعض. بعد هيك بضيف الفاصوليا المقطعة ومغسولة ومصفية. تمام هيك بضل أحرك فيهم وبدبلهم بشوية ملح، ضروري جدا الملح بحافظ على خضار الفاصوليا. بغطيهم لمدة 10 دقائق وأتأكد إنهم دبلوا منيح. بضيف فلفل أسمر، ضفت هان عصير طماطم أنا زي ما انتم شايفين، وبقلبوا منيح مع بعض حتى أتخلص من مواد الحافظة اللي بتكون جواته. هلأ عجنب كمان كله مع بعضه، شايفين عجنب. بحمص الرز تقريبا 1 كيلو رز منقوع مع 1/4 كوباية زيت، بحمصهم منيح. وبعد ما يتحمص ويشغل معانا الرز بأضيف له المية المغلية، يعني كل كاسة رز بضيف لها 1.5 كاسة مية. وبهيك بظبط الطنجرة، بتخلص من كل الرز على الحواف، وبغطيها. بعد ما يغلي بوطي تحتيه وبتركها لحد ما يستوي. برجع لطنجرة الفاصوليا هنا، وانا حاسة انه هلا بضيف لها اللحمة مع المرقة. المرة هذه ضفت اللحمة مع المرقة، واذا بدها مرقة زيادة بضيف لها كمان. تمام هيك حركناها منيح وضفنا المرقة، واذا بدها صلصة بضيف، ضفتها انا معلقة كبيرة مباشرة جايبتها من الفريزر، وبخليها تغلي مع سوا منيح وتتسبك. وبس تتسبك برجع لكم. ما شاء الله هيك زي ما انتم شايفين الريحة روعة وشكلها روعة واستوت على الآخر. هلأ بدنا نجهز لها التقلاية، والتقلاية يا ترى ايش حتكون؟ حذروا معايا.
بغطيها على جنب ونبلش في حزورتنا. عندي هنا في مقلى على النار زيت، بستنى لما يحمى وبضيف له تقريبا خمس حزوز ثوم نعماهم فرماهم ناعم مش مدقوق، في كتق الدقودة بأسيبهم لما يتحمروا، بأضيف نص باقة الكزبرة الخضراء المفرومة ناعم، النص الباقي من الباقة. تمام هيك بسيبهم مع بعض شوية يشكوا ويحكوا لبعض، وبس يدبلوا منيح وتطلع الروائح معانا بنكشف طنجرة الفاصوليا وبنكب عليها التقلاية. بسم الله الرحمن الرحيم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هاي عبارة أهل غزة المشهورة ويمكن بكل فلسطين كلها، إنه إحنا بنتشاهد دايما على التقلاية ثلاث مرات. أنا راحت أول مرة وهي الثانية، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وهي الثالثة أشهد أن لا إله إلا الله. ما في أحلى من ذكر الله وذكر الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى الله ببارك بالأكل ما شاء الله. كتير مهم إننا نذكر الله خلال الطبخ ونسبح. وهيك كمان صار الرز معانا جاهز زي ما انتم شايفين، كتير مفلفل ونثري، حتى سمعين صوته كيف وانا بنزله بالصحن، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. جربوا الطريقة بنات سهلة كتير، وأهم حاجة لنجاح الرز إنه ما يفوتوا هواء بالمرة. هلأ إجا وقت نسكب طبختنا ونشوف كيف معانا. الله الله الله، يا سلام يا سلام صبايا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يا سلام يا سلام، يعني شيء فاخر من الآخر وصحي وتغيير عن المعتاد. مرات فاصوليا العربية، هلأ فاصوليا تركية كتير طيبة، جربوها جربوها وإن شاء الله راح تعجبكم حبيباتي. وإذا عجبتكم الطبخة أو الوصفة اكتبوا لي تحت بالتعليقات وعلقوا لي وقولوا لي إذا كانت موجودة عندكم في بلادكم هذا النوع من الفاصوليا أو لا، وتعليقاتكم حبيباتي أكيد بتبسطني وبتدعم الفيديو وبترفعوا حتى يشوفوا أكبر عدد ممكن من الناس. هيك صارت طبختنا جاهزة حبيباتي. إذا عجبكم الفيديو لليوم لا تنسوا اللايك والشير واشتركوا بالقناة وتابعوني على صفحتي على الفيسبوك وصفات ونكهات منال، واستنوني بوصفة جديدة ونكهة جديدة من وصفات ونكهات منال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.